إعلان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال أول سفينة رورو على الرصيف التجاري الجديد بميناء العريش، واللي تم الانتهاء من تطويره وتشغيله تجريبيا بطول 250 متر. طبعا احنا عارفين ان الميناء بيتم فيه اعمال تطوير للارصفه، ارصفه جديده وساحات وطرق داخليه، ده ضمن الرؤيه الاستراتيجيه للدوله في تطوير الموانئ. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذه هند فتحي المتحدث الاعلامي لهيئه المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور استاذ محمد، صباح الخير زميلتي العزيزه جمانة، وصباح النور وصباح الكل على اهل مصر كلهم واهل العريش. يا اهلا بيك. عايزين نعرف الاول يعني ايه سفينه رورو؟ ده نوع من السفن اللي بتسمى سفن الدحرجه، بيكون في مؤخره السفن زي منزل كده علشان تقدر العربيات تخرج من السفن وتطلع منه، ودي سفن مخصصه اسمها لتداول السيارات على الارصفه. فبيبقى لها ارصفه من نوع خاص انها تستقبلها علشان ليها وضعيه في الرسو او اثناء ربطها على الرصيف بشكل محدد علشان تنزل البضائع السيارات من عليها. ولكن هذا النوع من السفن اللي وصل حديثا لمينا العريش بعد الانتهاء من تنفيذ الرصيف التجاري الجديد، ده كان مخصص لنقل وارسال المساعدات الانسانيه لسوريا والتركية من مصر العظيمه. طيب يا فندم، لو حضرتك تقول لنا برضو يعني حضرتك قلتي انه هذا الرصيف ليه يجب ان يكون ذو استعدادات خاصه او مواصفات خاصه لاستقبال هذا النوع من السفن، ايه هي نوعيه هذه الاستعدادات؟ عايزه اقول لحضرتك ان مينا العريش كان متوقف السنوات الماضيه ايام العمليات الارهابيه وكده، وأعيد تشغيله بنجاح في يناير 21. مينا العريش تابع من أحد الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم أعمال تطوير فيه كبيرة جدا، والدولة المصرية والقيادة السياسية بتولي اهتمام بيه لأن هو المنفذ البحري الوحيد لمحافظة شمال سيناء، وتطوير هذا الميناء على شرق المتوسط ده معناه تنمية حقيقية لسينا والأهالي سينا وتوفير فرص العمل. أكيد. الأرصفة اللي تمت في رصيفين، رصيف التجاري الجديد اللي استقبل السفينة الرورو، والرصيف آخر بحري بطول 915 متر، والرصيف اللي استقبل سفينة الرورو بطول 250 متر. ده كانوا تحت طور التنفيذ والتطوير، وتم يعني بنائهم وتنفيذهم بصبات خرسانية وستائر معدنية، دي حاجات يعني في الأرصفة البحرية، وإن إحنا إنك تأهيلي الرصيف دوت إن هو يكون بأعماق معينة وتكريك معين، والستائر المعدنية والرصيف نفسه بيستقبل السفن وتقدر السفينة تقف عليه من مصدات، وإن يكون في معدات جاهزة لاستقبال هذه السفينة، ده بيكون الأرصفة بتكون مجهزة لذلك. ولكن احنا بدأنا تشغيل تجريبي للرصيف علشان نبدأ يعني نستقبل السفن، وبالرغم من وجود معدات أو زي أوناش أو مشابه المختصة باستقبال السفن، احنا في مينا العريش استقبلنا السفينة ديت وسفينة قبلها، ونجح الرسو وربط السفن عليها بجنود وابطال اهل العريش نفسهم. ده عظيم جدا، وده بيؤكد يا استاذ هند ان احنا عندنا خطه استراتيجيه لتطوير والاهتمام بكل الموانئ المصريه. احنا بنشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر الاستاذه هند فتحي المتحدث الاعلامي لهيئه المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، شكرا جزيلا ليكي.